وأنا باخذ معاي هدية إن شاء الله بتعجبه. إيش هي؟ اختار صورة من هذه. تعالى يا أحمد وطالع، واحد من المطالع، الهم في حياتنا وإنتاجها الرائع. من سنين سنين آلاف السنين ونحن في البحر معروفين، نرسم رسوم الحنة، رسوم جميلة وزين، عاليدي والقدمين، عاليدي والقدمين. من أسمنت مصنوع والأعمدة مرفوع، الله علي مشروع، الله علي مشروع. وهناك يوجد تمثال مغطى بقماش حرير وعليه نقوش ألوان من الرأس حتى الأقدام. إذا زرت الغبرة لابد توقف لحظة بالكاميرا وتأخذ لقطة. على وين يا أحمد؟ بروح أكتب الإهداء على الصورة. وإيش بتقول في الإهداء؟ بقول أهديك يا صديقي هدية، هذه الصورة التذكارية، صورة جميلة عمانية.